السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده، سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت خالص. هنعمل مع بعض جيلي بالمهلبية، طعمه جميل جدا ما شاء الله، وحاجة كده تغيير هيعجبكم إن شاء الله وهيحبوه الأطفال جدا. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها من كلمة الاشتراك اللي موجودة تحت الفيديو، وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. ما تنسوش كمان تحطوا لايك للفيديو علشان اللايك بيساعد في رفع الفيديو. ويلا بينا نشوف طريقة المهلبية بتاعتنا، هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات ازاي مع بعض. بسم الله، اول حاجة كده عندي حلة هحط فيها كوباية ونص من الحليب وزيهم كوباية ونص من المية. طبعا المكونات كلها تبقى باردة، هقلبهم الاول كله على البارد، وهضيف بقى السكر على حسب الرغبة حوالي نص كوباية ومعلقتين كبار من النشا، وعندي كمان ظرف من الجيلي، جيلي الفراولة. برضو هقلب بقى كل المكونات كده على بعضها. طبعا اهم حاجة نستخدم الجيلي يكون نوعه حلو علشان يدينا درجة اللون الاحمر الجميل ده اللي هنشوفه في النهاية. هقلبهم كويس مع بعض وبعدين هرفعهم على النار كده واستمر في التقليب. طبعا عايزه اقول لكم كمان ان بدايه الغليان هتحسوا كده ان النشا بدا يفصل عن الجيلي، ما تقلقوش خالص، اول ما يبتدي الغليان كويس هيبدا يربط كله مع بعضه ويمسك كده بالشكل ده. هسيبه بقى كده لغايه ما يغلي حوالي دقيقه واحده، وبعدين هطفي عليه النار وهنبدا بقى نصبه في الاطباق بتاعتنا. كده بقى جاهز، بقى طفيت النار وهبدأ كده في اغرف في الاطباق بالشكل ده. طبعا هو تحسه القوام خفيف شوية بس لما يبرد هيتماسك اكتر. كده بعد ما غرفته كله كده في الاطباق هدخله بقى التلاجة، وبس قبل ما ادخله التلاجة لو حابة ازينه باي حاجة ازينه الاول. هزينه كده بشوية من جوز الهند صغيرين، ممكن كمان ما نزينهوش، براحتنا بقى التزيين حسب الرغبة. وبدخله التلاجة بقى حوالي ساعة لغاية ما يبرد ويتماسك، وبعدين بنقدمه بارد بألف هنا بقى، جميل جدا ما شاء الله. بس كده بقى جاهز معانا الجيلي بالمهلبية، ما شاء الله حلو جدا، اتمنى ان تجربوه هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.